رئيس المخابرات العامة يزور جنوب السودان ويسلم سالفا كير رسالة من الرئيس السيسي. رئيس الوزراء يؤكد أن تطوير منطقتي بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة ضمن جهود الدولة لإعادة القاهرة لرونقها. القوات المسلحة تنظم اختبارات لاختيار المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات من المجندين والضباط لاحتياط. قام صباح اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل بزيارة سريعة إلى دولة جنوب السودان، التقى خلالها برئيس جنوب السودان سالفا كير، حيث نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما التقى رئيس جهاز المخابرات العامة بنظيره الجنوب السوداني لإجراء مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يحدث من أعمال تطوير وإعادة تخطيط لمنطقة بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة القاهرة لرونقها عاصمة ثقافية وتاريخية وسياحية. كما شدد على أن هناك اهتماماً ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي لأعمال التطوير التي تتم بالعاصمة، خاصة المناطق الأثرية والتاريخية. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء أعمال تطوير وإعادة تخطيط منطقة بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية. نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختبارات لاكتشاف ورعاية المجندين والضباط الاحتياط المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار توجيهات الرئيس السيسي برعاية ودعم المتميزين في تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي. نجح أبطال الخماسي الحديث بجهاز الرياضة للقوات المسلحة من حصد 3 ميداليات متنوعة في بطولة العالم ببولندا، حيث نجح المنتخب القومي المصري للخماسي الحديث بالفوز بالميداليات بعد المشاركة في بطولة العالم تحت 21 عام التي أقيمت فعاليتها بمدينة جينكوف ببولندا، حيث حقق اللاعبون العديد من الميداليات الهامة والمتنوعة والتي جاءت نتيجة الجهد والدعم المستمر للأبطال الرياضيين. يستضيف استاد السلام مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية عندما يلتقي منتخب تونس مع منتخب نيجيريا في 9 مساء اليوم بحثا عن الميدالية البرونزية بعد ماراثون لكلا المنتخبين نجح خلاله في الإطاحات بمجموعة من العمالقة. ويدير مباراة اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة. شهدت محافظات الجمهورية اليوم ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ليلاً.